بسم الله أخواتي، السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير. بسم الله توكلنا على الله. اليوم إن شاء الله هعمل لكم طبق تركي، صينية كباب تركي في الفرن، وفعلا بتشهي وبتجنن. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هقول لكم المقادير. طبعا بنحتاج الخضار، هاي هي الخضار اللي بنعمل، بتتعمل مع خضار. حتشوفوا الطريقة كيف بنعمل الباذنجان والطماطم والبطاطا. هنا استعملت حبة باذنجان واحدة، قطعتها بحجم يعني سنتي كده، وشلت لها الجوانب كمان عشان تتشرب المرق. اوكي، وهاي الطماطم استعملت حبتين طماطم، هادو بس حبتين، وهنا حبتين بطاطا. يعني شفتوا الحجم اللي مقطعها. وعندي هنا راس الثوم يعني عشان احطها في الصينيه، وعندي الفلفل الحار. الفلفل الحار ده اختياري طبعا. وهاي الخضار طبعا حيكون معاها اللحمه المفرومه، هاي هي اللحمه المفرومه، حتبلها بالبصل. البصل طبعا ما شلت الميه بتاعه مثل ما عودتكم، قلت لكم في الكباب بنشيل المي، بس في هاي الاكله احنا محتاجين المي عشان المي بتاع البصل كمان ينسل منا الخضار وينزل المي بتاعه عشان الخضار تستوي. وحتى باللحمة المفرومة بخلطة بتاع البهارات، الفلفل الأسود، ثوم بودرة، بصل بودرة، شوية بابريكا، يعني خلطة أي بهارات بتحبوا تحطوا في اللحمة المفرومة حطوها مو مشكلة. والصوص اللي حعمل فوقها عشان تستوي فيه، حعمل طماطم مهروسة يعني شوية مركز طماطم مع شوية مي. وعشان أكسر الحموضة بتاعت الطماطم طبعا هستعمل شوية دبس رمان، وطبعا كله حيستوي بزيت الزيتون وشوية ملح بس. يعني الحين حوريكم اليوم لازم نعمل في الخضار شوية ملح نتبلهم، وشوية عشان يعني لما نطبقها تطلع طيبة. شفتوا أخواتي، الحين هحط على الخضار شوية ملح. أوكي، بس شوي وتبلوها كلها عشان لما نحط لحمه مفرومه وسط الخضار تطلع مذاقها طيب، ما تطلع دلعه، فهمتوا؟ ونحط عليها شويه زيت زيتون. الخضار كلها نحط عليها زيت زيتون وملح، ونخلطها كتير كتير كويس، وبعدين ارجع لكم وتشوفوا كيف حنعمل الباقي. والحين اخواتي الملح ححط شويه في اللحمه المفرومه. اوكي، وححط البهارات كلها، يعني مثل ما قلت لكم البهارات انتو حرين. وححط البصل كله بالميه بتاعه، لانه حنزيد فيها حتى شويه مي عشان اللحمات تمشي معانا واحنا بنعمل الطبخه، يعني لما نقرصها مع الاكل لازم يعني هاي المرحله. وبعدين هعجنها كتير مليح، شفتوا لازم تكون شويه طاريه عشان تساعدني وانا بعملها بقرصها، لازم كده شفتوا. ومية البصل حتعطيها لذة كتير حلوة، ومحتاجين احنا المي في الصينية، يعني المفروض اللحمة مفرومة ما تكون قاسية. هخلطها كويس وحرجع لكم. والحين اخواتي جهزت شوية اقراص بتاع اللحمة مفرومة. بنمسك لحمة مفرومة ونحط واحدة باذنجان وحبة بطاطا، وبعدين حبة لحمة مفرومة، وبعدين طماطم مايا، ونروح هيك بنحطها في الصينية. اوكي، وبعدين تاني نحط بطاطا، نحط طماطم، نروح بالعكس، وبعدين نحط لحمة مفرومة، وبعدين بطاطا واحدة، وبعدين لحمة مفرومة. اوكي، وبعدين حبة باذنجان، ونحطها كمان هيك. شفتوا يعني سهلة، بتبقوا ماشي لغاية لما الصينية يعني وتجروهم مع بعض، فهمتوا؟ يعني ممكن مثلا هاي اميلها شوية عشان تجيني، يعني حاولوا حتى الباذنجانة تكون لما تاخدوها تكون طويلة كده، فهمتوا؟ يعني حعمل معاكم واحدة ثانية، لانه هاي هنا لازم احط لحمة مفرومة، هحط واحدة هنا، واحط حبة طماط، وتاني لحمة مفرومة هنا. وليش قلت لكم زيدوا شوية مي؟ عشان اللحمة بتمشي معاكم مع الخضار، ما بتبقاش مكلكعة في النص، فهمتوا؟ وبعدين نحط بطاطساية، وبعدين لحمة مفرومة،
يعني مثل الكباب، هم في تركيا بيعملوا الكباب كده، بيجي وبعدين حبة باذنجان وبيشوه او بيحطوه في الفرن مثل ما انا عملت، وحبقى ماشية شوي بشوي لغاية لما كمل الصينية، وارجع لكم تشوفوا الشكل النهائي بتاع الصينية اخواتي. وهاي الشكل الصينية بعد ما خلصتها، يعني ما شاء الله بتجنن، ممكن تعملوها للضيوف، بتتحطوا شكلها فعلا، وسهلة في انكم تعملوها. بعد ما بخلصها بجيب هاي الثوم، ثوم بحطه فيها لانه الثوم كتير طيب وبيعطي لذة الاكل. اوكي بحطه هنا، وبحط هاي الفلفلايات الحارين هنا، يعني كل واحد على حسب ذوقه، احنا بنحب الفلفل الحار، وفضل لي شوية باذنجان وبطاطا مو مشكلة، ممكن اعملهم في شي تاني. والحين هاخد الصوص الطماطم اوكي، وحعمل عليه شويه دبس رمان، وححط دبس رمان الاول عشان صوص الطماطم، احط القياس اللي المفروض يكفيني. يعني دبس رمان شو حيعمل؟ حيكسر لنا الحموضه بتاع الطماطم. شفتوا ما شاء الله شكلها بيجنن. وححط الحين صوص الطماط عشان تستوي فيه، واكيد لحمه مفرومه حتى هي حتنزل لنا مي لانه حطيت فيها، والطماطم لان طبخه فيها حتنزل مي، يعني ما نكتر. وبعدين هعطيها بالالومنيوم فويل او بالبابي الومنيوم وخلاص، وحرجع ان شاء الله واوريكم. هاي الاكله بتتاكل يا بالخبز يا بالرز بالشعرية، انا حعمل بجنبها رز بالشعرية، اللي ما شاف اللي ما بيعرف يعمل رز بالشعرية شوف حلقة الملوخية المصرية شرحها بالتفاصيل، هرجع لكم عشان تشوفوا الشكل النهائي. وكده اخواتي الصينية بتاعتنا جهزت، شوفوا ما شاء الله شكلها كيف بيطلع، بتشهي. والصوص بخلي فيها شوية صوص لأنه حعملها مع رز، لو كنتوا هتاكلوها بالخبز حاولوا ما أمكن ما تخلوش فيها مرق كتير، يعني حاولوا تتعسل، بس مع الرز لازم. وهاي الفلفل الحار فوقها والتوميات، عن جد بنصحكم بشدة إنكم تجربوها. وبقدم معها طبعا طبق الرز بالشعرية. اخواتي اللي ما بيعرفش يعمل في المغرب وكذا رز بالشعريه يدخل الحلقه بتاعت الملوخيه المصريه، وان شاء الله تكون هذه الاكله عجبتكم وتجربوها، وهي سهله جدا، وبشجعكم جدا انكم تعملوها. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في اكله ثانيه ان شاء الله.